السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى؟ إن شاء الله نكمل مع بعض منهج الجيومتري. طبعا إحنا آخر حاجة وقفنا عندها كانت البوليجون، وعرفنا إن البوليجون بيتسمى على حسب السايد بتاعته، يعني لو 3 سايد اسمه ترينجل، لو 4 سايد اسمه كواد أند سون. طيب إحنا بقى هناخد الكواد ده ونشتغل عليه شوية، يعني هناخد الفور سايد ونشتغل عليه شوية، يعني هنعرف شوية أشكال متكونة من 4 سايد. مثلا أول حاجة عندنا اسمها ترابيزيوم. إيه ترابيزيوم ده؟ ترابيزيوم ده كواد، يعني فور سايد، في تو سايد منهم بارلل زي ما حضرتك شايف كده، اكس ال واي زد، اند ذا اذر تو سايد نوت بارلل. يعني الترابيزيوم عبارة عن شكل في تو سايد بارلل اند تو سايد نوت بارلل. يجي سؤال في الامتحان يقول لك اكوادريلاترال ان ويتش، A quadrilateral in which only two sides are parallel is called what؟ اسمه ايه؟ يقول له is trapezium. طيب عندنا another figure اسمه parallelogram. ايه حكاية البارليلوجرام بقى؟ البارليلوجرام محترم أكتر شوية من الترابيزيوم. ليه؟ لأن عنده H2 opposite side parallel، يعني الـ AD parallel للـ BC والـ AB parallel للـ CD. يبقى the figure which has H2 opposite side parallel is called parallelogram. تعالوا نشوفها مع بعض كده. Parallelogram is quadrilateral in which H2 opposite side are parallel. طب هل البارليلوجرام ده ما عندوش أي صفات تانية غير إن H2 opposite side parallel؟ لا، البارليلوجرام عنده 5 properties، تعالى نتعرف عليهم. أول حاجة قلناها H2 opposite side parallel، دي خلصنا منها. إيه الجديد بقى؟ H2 opposite side equal length، بمعنى حضرتك AB equal CD و AD equal BC. يعني لو في مسألة قابلنا إن الـ AB بـ 3 سنتيمتر، نعرف على طول إن الـ CD زيها بـ 3 سنتيمتر. H2 opposite angle equal measure، بمعنى حضرتك عندك انجل ايه مثلا، لو هي ميجر انجل ايه لو هو ب 70، اعرف ان انجل سي زيها ب 70 ديجري. ولو عند حضرتك ميجر انجل بي 110 مثلا، اعرف ان ميجر انجل دي 110. طيب اللي بعدها، the sum of measure of h two consecutive angles 180، يعني اي تو انجل عايشين جنب بعض بيبقوا 180، يعني بيبقوا سبلمنتري. طب ما تدينا مثال كده يوضح. يعني مثلا لو حضرتك ال AD ب 80، اعرف ان ال B، مش هقول 80 زيها طبعا، امال اقول ايه؟ هقول 180 ماينس 80 هيطلع معانا ريزلت 100. اخر بروبرتي، ذا تو دايجونال بايسكت اتش اذر. الدايجونالز احنا اتعرفنا عليهم الدرس اللي فات، هي الخطوط دي. وطب يعني ايه بايسكت اتش اذر؟ يعني AM ايكوال MC وMB ايكوال MD، يعني بيقطعوا بعض حتت متساوية. نلاقي ان AM ايكوال MC وMB ايكوال MD. طب ما تيجي نستفيد من البروبرتيز دي في أي مسائل كده. مثلا in the opposite figure ABCD is parallelogram. أول ما قال لحضرتك ABCD parallelogram، أنت معاك الحق إنك تستخدم اي خاصيه من الفايف بروبرتيز. طب هو طالب مني ايه؟ مسالنا على شويه حاجات. مثلا بيقول لي انا عايزك تحجب لي اللينس اوف سي دي واللينس اوف دي اي. سهلين جدا، بالنسبه للسي دي فهي اوبزيت للبي اي ايكوال 8 سنتيمتر، بالنسبه للدي اي فهي اوبزيت للسي بي ايكوال 6 سنتيمتر. طب طالب مني حاجه تاني، يقول لي انا عايز ميجر انجل دي وميجر انجل ايه وميجر انجل سي. مفيش اي مشكله، الدي ميجر انجل دي ايكوال 120. ليه؟ بروبرتيز اوف بارليلوجرام، الخصائص بتقول لي كده، اي تو انجل قدام بعض ايكوال. طب عايزين ميجر انجل ايه؟ ميجر انجل ايه ايكوال 180 ماينس 120 ايكوال 60 ديجري. ليه؟ عشان تو انجلز كونسيكيوتيف جنب بعض. ميجر انجل سي، ميجر انجل سي بعد ما عرفنا ان الاي هتطلع ب 60، نقدر نقول ان السي بايه؟ ب 60 ديجري. طيب اخر حاجه بيقول لي انا عايز البريمتر اوف اي بي سي دي. عادي البريمتر يعني امشي على الشكل من بره واعمل بلس،
هيبقى 8 بلس 6 بلس 6 بلس 8، هيطلع البارلوجرام بتاعنا 28. طب مستر لو حاجة زي كده عايز اكتب بروف، تعال نقولها اورال كده مع بعض. اول حاجة هنقول سينس ان اي بي سي دي از بارلوجرام، زين ميجر انجل دي ايكوال ميجر انجل بي ايكوال 120، واكتب له بين قوسين بروبرتيز اوف بارلوجرام، يعني بقول له انا جبت الكلام ده من البروبرتيز. اند ميجر انجل اي ايكوال 180 ماينس 120 ايكوال 60، بروبرتيز اوف بارلوجرام. زين ميجر انجل سي ايكوال ميجر انجل اي ايكوال 60، بروبرتيز اوف بارلوجرام برضه. كده مالينا الانجل. هنقول كمان وسنس ان اي بي سي دي بارلوجرام، زين اي بي ايكوال سي دي ايكوال 8 سنتيمتر، اند اي دي ايكوال بي سي ايكوال 6 سنتيمتر، زين البريمتر ايكوال 8 بلس 6 بلس 8 بلس 6. تعالى ناخد انذر اكزامبل. المطلوب هنا ان اجيب البريمتر بتاع الترينجل اي ام دي. طيب حضرتك عشان تجيب البريمتر لازم الارقام الثلاثه بتوع الصيدات يبقوا معاك. هنحاول نستفيد من ان الشكل باراليلوجرام ونملى الارقام. يعني مثلا عند حضرتك الـ AD وانت مغمض زي الـ BC هيتكتب عليه 4، والـ AM equal MC عشان احنا اتفقنا الـ diagonal bisected HR يبقى هيتكتب عليه 3، والـ MB equal MD عشان احنا اتفقنا الـ diagonal bisected HR equal 2 سنتيمتر. كده حضرتك تقدر تقول ان الـ perimeter of triangle AMD 4 بلس 3 بلس 2. تعالوا نقرا البروف مع بعض. طبعا اتفقنا قبل كده الجيرن دي الحاجات اللي بيديها لي في المساله غير الشام من فوق، ار تي اف ده المطلوب وهو عايز البيرمتر. بعد كده بنقول له حضرتك عايز البروف، اقول له سينس ان اي بي سي دي بارللوجرام. اما بكتب الجمله دي في الاول معناها يا اولاد انا معايا 5 بروبرتيز استخدم اللي انا عايزه. اقول له زين AD equal BC equal 4، وسنس ان التو diagonal bisect each other، زين MD equal MB equal 2 و AM equal MC equal 3، زين the perimeter equal 4 plus 3 plus 2 equal 9 سنتيمتر. طيب كده احنا عرفنا ازاي نتعلم لو هو ايه اللي الشكل باراليلوجرام، عرفت ازاي استفيد من البروبرتيز دي واجيب له المطلوب. طب افرض عكس الموضوع، يعني عكس الموضوع جاب لك شكل وما قالش عليه انه باراليلوجرام وحلم حياته يثبت انه ده باراليلوجرام. في الحاله دي يا اولاد ما اقولش احنا معانا، بنحاول ندور على حاجه من الفايف اللي هقولهم دول. لا اما نلاقي اتش 2 اوبوزيت سايد باراليل، لا اما نلاقي اتش 2 اوبوزيت سايد ايكوال، لا اما تلاقي اتش 2 اوبزيت انجل ايكوال الميجر، لا اما اتش 2 كونسيكيوتيف انجل سبلمنتري، لا اما بقى الجديده والمهمه تو سايد، بس مش عايزين غير تو سايد بس يبقوا ايكوال اند بارلل. ركز في كلامي تاني، انا بقول لك احنا هندور مش معانا. ليه؟ لان المساله بتاعتنا المره دي مش بتقول لي اي بي سي دي باراليلوجرام، ده بتقول لي بروف ذات، اثبت ان اي بي سي دي باراليلوجرام. فانا دخلت في المساله وابتديت ابص على ايه الحاجات اللي معايا واللي ممكن تساعدني. طيب مبدئيا كده اللاين اي بي واللاين سي دي دول باراليل، خلي ده في دماغك. عارفين احنا كده ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا بس ويارب يكرمنا ولا ايه؟ ان نثبت ان اي دي وبي سي باراليل. لو ثبتنا اي دي وبي سي باراليل هيبقى كده اتش 2 اوبزيت سايد بارلل، وساعتها نقول الشكل باراليلوجرام. كده عرفنا هدفنا من المساله، احنا مش معانا باراليلوجرام، احنا نفسنا نثبت ان الشكل باراليلوجرام، فبنحاول ندور لحد لما نوصل ان اتش اوبزيت سايد بارلل. طب نبدا نشتغل. حضرتك عندك الاي سي، الاي سي ستريت لاين عامل انجل 180، فممكن تقول ان ميجر انجل بي ام سي 180 ماينس 58 هتطلع معانا 122، تمام؟ طيب حضرتك بي ام سي ده ترانجل، ترانجل عندك فيه 2 انجل عارفينهم واضحين، انجل ب 32 انجل ب 122، طب ما نجيب الثالثه.
ازاي؟ هنقول عندنا 180 ماينس 72 ماينس 122 هتطلع 26. طيب ال 26 اللي طلعت دي زي مين؟ لو حضرتك لاحظت ان ال 26 اللي طلعت شبه بالظبط ال 20، يعني هنا في 26 وهنا 26، شبه ميجر انجل دي اي سي. And they are alternate. أنا ملاحظ إن هما عاملين حرف زد. إيه ده؟ يعني أنجلين عاملين حرف زد وكمان إيكوال؟ فاكرين في الترم الأول لما كنت أقول لحضرتك لو هنا 30 وهنا 30 أنت استفدت إيه لما هو جايب كل حاجة؟ كنت تقول لي استفدت إنهم between two parallel line. نفس القصة هنعملها هنا. 26 اللي عند السي وال 26 اللي عند الإي and they are alternate. زين يبقى ايه دي بارلل تو بي سي، واحنا اصلا عندنا ان اي بي بارلل للسي دي كمان، يبقى اتش اوبوزيت سايد بارلل زين اي بي سي دي از بارلل له جبال. طب تعالى اولاد كده براحه نحل عليها على ميلين. اول حاجه بنقول سينس ان الام بلونج الاي سي، عايزين يعني نقول له ان في ستريت لاين. زين ميجر انجل بي ام بي ام سي اللي هي بقى الستريت لاين 180 ماينس 58 تطلع 122. سينس ان ترانجل بي ام سي مش انجل ام سي بي اللي هي الثالثه اللي ناقصه 180 ماينس 122 بلس 32 في باك تطلع 26. نلاحظ بقى ان ميجر انجل ام بي ام سي بي ايكوال، طبعا مش هنكتب في الحته دي 26 خالص، هنكتب ميجر انجل ام سي بي ايكوال ميجر انجل ام اي دي لان الاثنين ب 26 اند ذي ار الترنيت. زين اي دي بارلل تو بي سي، وسنس ان الاي بي والسي دي كانوا بارلل زين اي بي سي دي از بارلل له جراند.